كشف فريق تقييم الحوادث في اليمن عن أن التحالف قصف مبنى أمن الزيدية بعد استيلاء الحوثيين عليه وجعله مقرا لخبراء عسكريين أجانب، وأنه بناء على معلومات استخباراتية مؤكدة تبين أن قيادات ميليشيا الحوثي المسلحة ومعهم خبراء أجانب من جنسيات مختلفة تمكنت من الاستيلاء على هذا المجمع اللي هو مبنى إدارة أمن الزيدية، وتم استقلاله لأقراض عسكرية بناء طبعا على المعطيات التي حصلت عليها قوات التحالف من معلومات استخباراتية. تم استهداف هذا المبنى باستخدام قنابل موجهة ودقيقة الإصابة، أصابت المبنى بشكل مباشر ولم يكن هناك أي أعراض جانبية في المباني القريبة من هذا المبنى.